موضوع اتحاد الكرة وال250 مليون جنيه دولار، ال250 مليون دولار بتوع الشركة اللي كان ليها حق لعب مباراة وما اتلعبتش من إجمالي مباراتين وديتين أو استعدادتين، وكان جايب الشركة دي الكابتن نادر السيد. أنا بس عايز أتكلم على حاجة هنا، عايز أتكلم على حاجة. هي المباراة ما اتلعبتش لرؤية فنية من فيتوريا. الناس دلوقتي بتتكلم بيقول لك ازاي ما لعبش في فيتوريا ودفعنا 250 الف دولار، ده اهدار ملعب. حدش فاهم اي حاجة وكذب وشوية افاقين ومعلومات مضللة وكلها اوانطف اوانطف اوانطف. اولا لا صحة بالمرة ان مصر مهددة انها ما تلعبش كاس العالم بسبب العقوبة بتاعت 250 الف دولار. الحاجة التانية إن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الشاذلي فاجأ الرأي العام مع الكابتن سيف زاهر في مكالمة مهمة جدا، وقال له إن اتحاد الكورة دفع الفلوس وبناء عليها مفيش أصلا عقوبة. يا لهوي، يعني يا جماعة الدنيا قايمة وقاعدة من الصبح على فنكوش. فاللي طلع الفنكوش راح قالب بقى، ما هو الفنكوش طلع على ايه؟ مصر لن تشارك في كأس العالم لان يعنينا 250 الف دولار للشركة الفلانية المعلنية المدركانية علشان ما لعبناش مباراة وخلفنا بنود التعاقد، والناس راحوا للاتحاد الدولي وكسبوا القضية والحقيقة دولة والدنيا باظت. ويا ناس ياهو اين وعملنا، بص كأن احمد عرابي وثورة سعد زغلول، اي كلام كذب وخلاص مع شويه افاقين ما يعرفوش حاجه عن المهنيه ولا الاحترام. وانا هنا مش في محض الدفاع عن حد، انا بتكلم في معلومات. طيب ماشي، نروح ندور يا جماعه يمين وشمال، نفاجئ الراجل المتحدث الرسمي للوزاره الدكتور محمد الكاتي قال لك يا مصريين ما تقلقوش، تصفياتكم بخير وان شاء الله نصعد ونشارك. ولا صحة بالمرة للموضوع، ما لدينا في الوزارة وما وصلنا من اتحاد الكورة تفاصيل الامر برمته ان الموضوع خلصان وتم دفع 250 الف دولار من زمان وليس لنا اي علاقة بما يقال، واحنا ما بنردش على السوشيال ميديا، ولكن ما فيش اي قلق وطمن المصريين كدولة وزارة الشباب والرياضة. أنا ما وقفتش عند الحد ده ماشي، طب إيه اللي طلع الخبر في اللحظة دي والمعلومة دي؟ أولاً تأكدت بما يدع مجال للشك إن الخبر طالع من داخل اتحاد الكورة ومن رجالة الوادي التافه ده اللي قاعد يلف في كل منصة وقاعد يشتم في الناس كلها ومحدش عاجبه، واللي عايز يعمل بطل وملوش اي دور ولا يسوي ربع جنيه ولا يسوي 30 لازمه. معلومه الذي سرب الخبر هذا التافه اللي عايز يخش انتخابات او يقود جبهه ويعمل فيها كبير ربع زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد، وهو بعيد تماما عن المشهد والخبر كاذب. طيب الحاجه الثانيه المفاجاه بقى اللي بنفرد بيها، الناس بعد ما لقيت الموضوع فنكوش وكذب واتفقس اللي سرب الخبر هذا الافاق اللي لازم الكابتن هاني ابو ريده يتبرأ منه لانه هيأذيه وهيأذيه اكتر في اللي جاي. انا بقول لك على معلومات وتاكدت من المعلومه دي قبل ما اتكلم. خد المفاجاه دي، راحوا قلبوا الحمله من ان مصر مش هتشارك في كاس العالم، الحق اهدار ملعام، ما لعبناك ودفعنا 250 الف دولار. خد المفاجاه دي على مسؤوليتي يا عم حسين يا خليل، التافه ده مش شتيمه، ده وصف لانه فعلا تافه وبيحارب البلد وما فيش حد عاجبه. خد المفاجاه ان اتحاد الكوره ما دفعش مليم واحد ولا سنت واحد ولا دولار من ال 250 الف دولار،
وأن هناك مذكرة بكل التفاصيل في وزارة الشباب والرياضة فيها أن الشركة هي من تحملت $250,000، واتحاد الكورة في ميزانيته ما فيه دولار واحد يتغرمه في $250,000. وهنا الناس زي ما بتهاجموا الناس قولوا لهم برافو، مش الناس قالت لك ايه الحق هو نفس برضه التافه ده، فيتوريا هيحبسنا وهيدمرنا ومش عروق كاس العالم ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي الاخر فيتوريا خد خازوق ولا خد ولا مليم، وطلع جمال علام صح 100% في موضوع فيتوريا. يبقى نقول له شكرا. النهارده بقول لك اتحاد الكورة ما دفعك دولار من $250,000، يبقى نقول له شكرا. طب اقول لك على مفاجأة، كنت مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده. جمال علام اللي انا كنت من اكتر منتقديه لان انا راجل بتاع معلومات، خد المفاجأة دي، استلم اتحاد الكورة ده صفر، ما فيك في الخزنة فيه جنية. هيسلم اتحاد الكورة كمان شهر الراجل؟ ولابد أن نحترم عطاءه مهما اختلفنا معاه ومهما اتفقنا عليه. واتحاد الكورة في وديعة انفراده 100 مليون جنيه. جمال علام اللي احنا بنقول عليه بكل مساوئ الاتحاد ده، مسك هذا الاتحاد بيشحت بفوق جنيه، بيسلمه بوديعة 100 مليون جنيه، وخد كمان انفراد $1.5 مليون وديعة أخرى بالدولار. يعني سايب الاتحاد في 100 مليون مصري وديعة حماية للمنتخبات، عمل وديعة الراجل، وعلى فكرة من أشطر الناس اللي اشتغلوا في الفلوس ودخل مداخيل وعقود وحواديت كتير، وعمل وديعة تاني بالدولار 1.5 مليون. لكن انتوا يصعب عليكم تقولوا شكرا، تقولوا شكرا ازاي؟ فيش غير قلة الادب وانكم تتناولوا الناس بالباطل، والراجل قاعد له شهرين عايزين تهيلوا التراب، حتى لو حاجة ولا حاجتين ولا 10 حلوة عملهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الجهاز المركزي موجود والتقرير والميزانية موجودين، واتحدى واحد يغلطني في معلومة. على فكرة بالمناسبة حتى مستحقات الحكام خلصت، المديونية تكاد تكون اقتربت من الصفر، يعني هيسيب الفلوس دي وما فيش مديونيات. ولنا في ذلك شوط كبير، لأن مش هنسكت على هؤلاء الأفقين ولا هؤلاء الكذابين. وأنا بس عايز أقول حاجة، الناس اللي بتقول لك اهدار ملعام ورؤية فنية وازاي ما لعبش في دوريا، تقدروا لو كولر جاب صفقة زي موزيس تفشت تقولوا مش رؤية فنية؟ تقدر لو جميل جاب صفقة فشتة ومشاها زي الستة بتوع يناير وتقول لك رؤية فنية تقول مش رؤية فنية؟ طول حياته اتحاد الكورة مظلوم مع السوشيال والأفقين وشوية الصحفيين والواد التافه ده اللي عايز يعمل فيها كبير، على كان عارفين انه الحيطة المايلة. فلما يطلع واحد زي يدافع عن جمال علام وعلى اتحاد الكورة في موضوع، في موضوع الناس تستغرب، لكن والله العظيم يا جماعة اتحدى واحد يطلع كان تبنديله بالجزمة، والله من وراء القصد.